أي قانون أو أي نظام لا يمكن كشف الأخطاء اللي فيه والثغرات ونقاط الضعف إلا بعد تطبيقه على الواقع. إحنا صراحة نقابة المعلمين، قانون نقابة المعلمين منذ تأسيسها بدت لنا كثير من الملاحظات عليه. عملنا في السنة الماضية على تعديل هذا القانون، ومنها أيضا قانون الانتخاب والنظام الانتخابي المنبثق عنه. لكن أيضا كانت هناك نقطة مهمة وهي المادة الخامسة فقرة دال، تمسكت الحكومة بحق مزاولة المهن. وحق مزاولة المهنة نعتقد نحن في نقابة المعلمين أنه هو من صلب أهدافنا وغاياتنا وأعمالنا، وبالتالي كان لنا أن نعيد الكرة في أن نطالب بحذف المادة التي تحظر على نقابة المعلمين التدخل، وهي المادة الخامسة فقرة دال، تحظر على المعلمين أو نقابة المعلمين التدخل بسياسات التعليم والمناهج وحتى المسار المهني. كيف نقابة المعلمين اللي منتسبيها المعلمين ينفذوا المنهاج دون أن يبدوا رأيهم فيه؟ هذا لا، يعني هذا انفصام. السياسات المهنية من صلب رسالتنا أنه نبدي رأينا احنا، اما تحظر عليه التدخل وابداء الراي وابداء وجهه، هذا صراحه احتكار، واللي عمليه هي لكل ابناء الوطن.